هذا كل ما لدي من أقوال أعترف بها عن عمرو بن العاص في إطار فكرة الجامع بتاعه وكيف جاء وكيف مضى. أما ما بين ما جاء وبين مضى ده تاريخ طويل وحكاية كبيرة جدا، حكم مصر دي حكاية كبيرة. لكن احنا هنخش الجامع بقى ونحكي لكم حكاية مائدة الرحمن، لأن هنا نصبت مائدة تعتبر من أوائل الموائد، من أهم الموائد. اللي احنا عندنا حاجتين هنحكيهم، هنحكي تاريخ الموائد في الإسلام حسب ما هو مذكور في بعض الكتب ملمح يعني، وتاريخ الموائد موائد الرحمن في مصر. هنا في عمرو بن العاص يقال أحمد بن طولون، يقال المعز لدين الفاطمي، يقال العزيز ابنه، هو أول واحد عمل صماط كبير جدا كانوا يسموه كده للناس للعامة تخش تاكل وكانوا لطاف قوي، هنحكي لكم عليهم بقى. لم أجمعكم حول هذه الأصمتة إلا لأعلمكم طريق البر بالناس، وأنا أعلم أنكم لستم في حاجة إلى ما أعده لكم من طعام وشراب، لكنني وجدتكم قد أغفلتم ما أحببت أن تفهموه من واجب البر عليكم في رمضان، ولذلك فإنني آمركم أن تفتحوا بيوتكم وتمدوا موائدكم وتهيئوها بأحسن ما ترغبونه لأنفسكم فيتذوقها الفقير المحروم. دي رسالة أحمد بن طولون حاكم مصر للأعيان وعلية القوم، يذكر فإن الذكرى تنفع. هنا في هذا المسجد صاحب التاريخ العريق اتعمل أول مائدة رحمن للعامة، قبل كده كانت بتتعمل لعلية القوم. أول مائدة رحمن للعامة يقال في كتب التاريخ أنها أقيمت هنا.